وما أحسن كلمة سمعتها من قريب لي عن صديقه. وصديقه هذا يخبر أن والده كان يعمل خادما في الهند، كويتي، كان يعمل خادما في الهند قبل خروج النفط هنا في بلادنا، كان يعمل خادم في بيت في الهند، ثم لما فتح الله الخير على هذه البلاد رجع أبوه وكانت حالته جيدة لله الحمد والمنة، واستغنى بفضل الله، فصار يزور الناس الذين كان يخدم عندهم. ومرت الأيام وكانوا يستقبلونه في المطار وكذا، وبعد أيام سنوات جاءه أولئك القوم قالوا نريد أن يعمل ولدنا عندك في الكويت. يقول ولده الآن يصب القهوة في بيت أبيه، ولد الناس الذين كان أبي خادما عندهم. يقول فقال لي أبي يوما يا بني هذا الشاب بالذات لا تظلمه واحرص عليه. قلت لما؟ قال كنت خادما عند أبيه فظلمني فسلطني الله عليه فصار ولده يعمل عندي، فلا تظلم فيسلط الله عليك. يقول هكذا، لا تظلم فيسلط الله عليك. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى في هؤلاء الذين تركوا بلادهم وجاءوا ليعملوا خدما بأجرة بسيطة جدا يعني عندنا هنا، وخاصة النساء، تركت زوجها، تركت أمها، تركت أبنائها. تصور أنت لو اضطررت إلى أن تخرج زوجتك لتسافر إلى الخارج تعمل لي تطعمك، تعيش في بيت أجانب غرب، حياتها مهددة، عرضها مهدد،